السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيت لكم بواحد الروتين بالنسبة للبشرة الوردية. هاد البشرة هادي راه تتعاني بزاف في هاد الفصل ديال الصيف. داك العام كنت نزلت لكم فيديو تقريبا بحال هاد الوقت، وحاولت دابا غادي ننزل لكم فيديو، غادي نحاول نعطيكم جيل نيتوايون منظف وكريم اللي تستعملوا يومي، وأنواع ديال لي زيكرون اللي تقدروا تختاروا لهاد البشرة هادي. بغيت نقول لكم أول حاجة بالنسبة لهاد البشرة هادي، راه هي كاين الناس سيدات اللي يوقع لهم هذا المشكل بسبب ادويه كانوا تياخذوها او بسبب شي تريتمون داروها لوجههم، يعني كاينين اسباب كثيره اللي تيؤديو لهذا المشكل، او بسبب الجينات كاينين بزاف ديال المشاكل اللي تيؤديو لنا تيكونوا هنا واحد العريقات حمرين اللي بعض المرات تيتنفخوا، بعض المرات تيسبوا حبوب، كاين بعض المرات تيتزاد الحجم ديال الانف ديال السيدات اللي تيكون عندهم ديك الورديه تتبقى تنشرشر لهم حتى لجهه الانف ديالهم. بالنسبه لهاد البشره هادي فصل الصيف كيفاش خصنا نحتاطوا منها وكيفاش خصنا نديروها تنعرفوا مع الحراره تتزيد الحده ديالها. دونك كيف كنت قلت لكم الاطعمه الساخنه نبعدوا منها، بحال دوك العطريه اللي تنديروا في الاكل ديالنا اللي تتكون سخونه بزاف خصنا نبعدوا منها. كذلك يعني الحمام السخون البلاصه اللي تكون المطبخ الحراره الزائده في المطبخ ولا هذا، خصنا هاد السيدات هادو اللي عندهم الورديه يردوا البال من هاد الاشياء بزاف بزاف بزاف، ويتبعوا روتين اللي يكون ديما ليهم يومي ليهم. وكذلك هاد السيدات هادو يبعدوا من يستعملوا الكريمات ديال الكورتيزون لوجههم، يبعدوا من لي سيروم ديال دوك لي سيروم ديال الطبيض او لا سيروم ديال اللي تتشوفوا بزاف دابا في لي سوشيال ميديا وفي فيسبوك تيك توك وهذا وهذا، دوك الكريمات ودوك الخلاطات وداك الشيء. هاد البشره هادي راه ممنوع عليها اي حاجه ديرها لوجه ديالها من غير المنظف اللي كيكون خصيصا لهاد البشره اللي غادي نبارطاجي معكم دابا، وكريم اونتي روجور و ليكرون وواحد لو تاغمال اللي تيكون هكا عباره عن مياه حراريه اللي تقدروا ترشوا به الوجه ديالكم باش يبرد لكم الحده ديال هاد المشكل هذا. اول حاجه بغيت نعطيكم هاد المنظف هذا بالنسبه للبشره الورديه، راه هاد بيو داغما سونسيبيو جيل موسونت، هذا تقريبا من احسن المنظفات اللي زوينين لهاد البشره هادي. ما فيهش العطر، ما فيهش بارابين، ما فيه الصابون، وهذه خصاصا خصكم تردوا بها البال الجيل نيتوايون بالنسبه لهاد البشره هادي، وانه تنظف لنا بدون انه ما يسبب الجفاف ديال البشره. نيتوايون ابيسونت ميسيلاغ، ملي تنظفوا به ترطب لكم لابو وتيبردها لكم في نفس الوقت، كيف قلت لكم خالي من البارابين وخالي من العطر وخالي من الصابون. كذلك قلب لكم الكاميرا باش تشوفوه، وغادي نبارطاجي معكم ثاني واحد ديال ها هو بيو داغما سونسيبيو جيل موسون، وثاني واحد اللي غادي تشوفوا معايا هو هذا اللي غادي تشوفوا في الصوره دابا ديال لاغام اس بي ار سي كافيت بلس، حتى هو زوين بزاف كمنظف البشره ديالكم لهاد البشره الورديه، وانا ترشح لكم بزاف بيو داغما. دونك المنظف دزنا منه حاجه وحده اللي بغيت ندوز لكم ليها ثاني، وهو الكريم اونتي روجور. كاينين بزاف ديال الكريمات مضاده للاحمرار من هاد الرياج اللي كنت نزلت لكم. بالنسبه للاغام راه تقريبا تيكونوا المهم فيهم انه ما يكونش فيه عطر، فردوا البال لهاد الحاجه هادي، تيكون نورمال اساش بحسب البشره ديالكم. كريم اونتي روجور تيكون تيرطب لنا لابو، تيهيدراتي انه تيهد لنا داك الاحمرار ديال البشره. هاد الكريم هذا تيستعمل الصباح وبالليل من بعد ما تنستعملوا الجل نيتوايون. كريمات اللي غادي نرشح لكم ديال لي كريم اونتي روجور اللي غادي نرشح لكم، اول واحد غادي تبقاو معايا هنا في لا فيديو اللي غادي نعطيكم، اول واحد اللي هو غوزيليان كريم اونتي روجور، تيقوي لنا الحاجز الواقي للبشره وانه تيمنع الاحمرار ديال البشره. ثاني واحد اللي هو ايزيس فارما، هذا غني بلاسيد ازياليك اللي تيقوم بحمايه ديال البشره يعني من الاحمرار والترطيب ديال البشره. الاخر اللي هو اوسيغان كريم اونتي روجور، حتى هو زوين بزاف بدون عطر بدون بارابين، تيقوم بالترطيب ديال البشره وحمايتها من الاحمرار. هادو تيستعملوا الصباح وبالليل. والاخر ديال كابيتال ماغوزا كاب، حتى هو زوين بزاف تري بلاكسيون، تيقوم بالترطيب والحمايه ديال البشره
ومن عام الحمرار، والاخر اللي هي سيكا بلاس حتى هي عندها واحد الفعاليه زوينه بزاف بزاف بزاف، يعني لو ولات لكم ديك البشره حمراء بزاف ومتهيجه تستعملوها زوينه بزاف. يعني سيكا بلاس الوقت اللي تكون لكم البشره حمراء بزاف ومتهيجه بزاف تستعملوها مره واحده في الليل فقط، وهاد الكريمات استعملوا الصباح وبالليل تختاروا واحد فيهم. ندوزو دابا لي زيكرون ديالنا. اول واحد بيوداغما فوتوداغم ار لا تانت نتاعتو ناتوريل، هذا كريم توا اونتي روجور. ثاني واحد ديال لا غامنيت اورياج اس بي اف 50 بلس، وثالث واحد ديال ايزيس فارما. حاولت نختار لكم لي زيكرون لي زوينين بزاف. بالنسبه للباقيه ديال الشمس الا رديتو معايا البال كاع هادو اللي وريت لكم راه كيكونوا تانتي، وديك لا تانت فيهم راه تتكون كلاه تكون كلهم اكثريتهم تيكونوا تانتي. كذلك بالنسبه لي زيكرون مينيرال باقيات الشمس المعدنيه راه تيكونوا صالحين بالنسبه لي زيكرون مينيرال، تيكونوا صالحين للبشره الورديه. ولكن المشكل في لي زيكرون مينيرال انهم تيخليو لنا ديك الطبقه بيضاء على الوجه ديالنا تيبان الوجه بحال مقبص، ولهذا اختاروا واحد من هاد الدول اللي حطيت لكم البشره ديالكم، اولا شي واحد اللي يكون ناتورال، يعني شي قام اللي تعرفوها ناتورال تكون طبيعيه. اختاروا الباقي الشمس ديالها، الباقي الشمس راه تيجي لكم على حسب البشره ديالكم، يعني شوفوا نتوما راه تتستيو الباقي الشمس وغادي تشوفوا واش غادي يوافقكم ولا لا. لقيتوا شي واقي بالنسبه للبشره الورديه، جربتوا شي واقي الشمس ولقيتوا انه وافق لكم البشره ديالكم، ما دارش لكم حكه، ما هيش لكم البشره ديالكم، ما تبدلوش، خليكم فيه وبقاو يعني بقاو شادين داك ليكرون ديالكم ما تفرطوش فيه، يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم. وتبعوا الروتين ديال البشره ديالكم. بالنسبه للعلاج ديالها نهائيا تشوفوا راه دابا ولاو حصص ديال الليزر باش انه يتعالجوا. دابا تبارك الله راه الطب تطور بزاف بزاف بزاف، يعني شوفوا اطباء ديال الجلد الا بزاف عندكم الحده. وحاجه اخرى ديما يكون عندكم هاد لو تاغمال هزينو معكم، ديما تكونوا هزينو معكم، راه هو تيساعد على انه يبرد لكم لابو ديالكم. نتمنى يعني لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، خليو لي حاولت نختار لكم هادو اللي حطيت لكم دابا البنات، راه يعني من احسن الكريمات اللي اونتي روجور اللي كاينين بالنسبه لهاد البشره الورديه، من احسن لي زيكرون، وهادوك لي جيل نيتوايون زوينين بزاف. نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، عندكم شي سؤال خليو لي في التعليق لا فيديو قادم ان شاء الله، جيم تعليق وبارطاجيو لا فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للسيدات اللي عندهم هذا المشكل ديال الغوزاسي وداروا شي كريم ونفعهم ولا شي حاجه، خليو في التعليق باش حتى السيدات الاخرين يستافدوا حتى هما. وخليو ليا كذلك في التعليق اشنو بغيتو نزيد لكم، اش من روتين نزيد لكم، يعني اكثروا روتين من هادو اللي حطيت لكم بالنسبه للبشره الورديه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.